هممشله شلخيم اخ شخاف. طلعت عملت فيديو بتتكلم فيه باللغة العبرية، وكلامها كان غريب جدا ومش مفهوم، مش عشان هي بتتكلم عبري، لا عشان هي بتتكلم غلط اصلا. هي ايه الحكاية؟ من كام يوم طلعت علينا الإعلامية بسمة وهبة ببرنامجها 90 دقيقة وتكلمت كلام كتير باللغة العبرية. طبعاً الفيديو ده انتشر بشكل كبير جداً على السوشيال ميديا، والناس هنا اتقسمت فريقين. في فريق كبير جداً من الناس كان بيتريق على بسمة وعلى الطريقة اللي بتتكلم بيها، والتعليقات الساخرة بقت تنزل عليها زي المطر، اللي يقول لها اتعلمي عبري الأول بعد كده تكلمي. ده غير الناس المتخصصين في اللغة العبرية اللي طلعوا علقوا وقالوا إن هي بتتكلم غلط، واللي يقول لها أنت كده هتموتي اليهود من الضحك، وغيرهم وغيرهم كتير من التعليقات. وعلى الناحية التانية كانت في ناس مؤيدة البسمة واللي بتعمله، ومضمون الرسالة دي فيما معناه إنها كانت بتطلب من الشعب الإسرائيلي إنهم يسألوا رئيسهم وحكومتهم عن سر تجاهلهم عن مصير الأسرى الموجودين في غزة في ظل القصف المتواصل ليهم. وطبعا بسمة وهبة كانت لازم تعلق على الفيديو ده بعد ما اتنشر، وطلعت صرحت وقالت عاوزة أقول أنا نجحت وجبت جون، وده كان الغرض من الرسالة لما رسالتي ينقلها روع كياس ويعتبر من أشهر الصحفيين في إسرائيل، وعرضتها قناة نشر الإسرائيلية ونقلتها صحيفة يدعيت أحرنوت. فأنا بكده أعتبر أني جبت جون زي محمد صلاح لأني رسالتي وصلت. بس ما سكتتش على كده وكملت كلامها وقالت كل يوم بنصرخ وبنتكلم على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الآخر هم عاملين تعتيم على كلامنا وعلى الشعوب العربية كلها، وأي حد يتضامن مع شعب فلسطين ويعترض على اللي بيحصل مع الفلسطينيين. وبعدها قررت إن هي تفتخر بأصلها وبلغتها، وقالت أنا لغتي أصلاً عربية وأفتخر ومش بعرف عبري، لكن حاولت ونجحت. ويوم واحد اتكلمت عبري فيه ده نجاح لي على فكرة، لكن الناس انقسموا، ناس عاجبها وناس عندها وقت فاضي ومش فارق معاها فلسطين. فنانين كتير جدا بيحاولوا يقدموا اي دعم لاخواتنا في فلسطين علشان يشدوا من قصرهم. في عدد كبير جدا من الممثلين راحوا المعبر رفح بقياده نقيب الممثلين الدكتور اشرف زكي علشان يساندوا اخواتهم هناك، وفي فنانين تانيين بيحاولوا ان هم يوصلوا رسائلهم للعالم كله بطريقتهم الخاصه زي الفيديوهات والهاشتاجات والرسائل اللي باللغه الانجليزيه. كل واحد بيحاول ان هو يعبر عن رايه وياخد موقف اتجاه القضية بطريقته الخاصة، وفي النهاية كل اللي يهمنا هو سلامة أهلنا في فلسطين وبس كده. لو انتم حابين تعرفوا تفاصيل أكتر تابعونا على صفحة نجوم الفن.